مرحب بطلبة وطالبات الشهادة الابتدائية وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء ومادة الدراسات الاجتماعية. يمكن كنا في الحلقة اللي فاتت بعض الطلبة منكم كانوا بيطلبوا ان احنا نعمل سؤال في اول الحلقة ونجاوب عليه في اخر الحلقة وهم يشاركوا معانا ويتفاعلوا معانا. طبعا احنا قلنا سؤال في اخر الحلقة اللي فاتت، انا حابب بس افكر الطلبة والطالبات بيه، ما هي خصائص سكان البيئة الصناعية؟ مع العلم اللي احنا الجزئية دي احنا لسه ما شرحناهاش، بس احنا كنا عاوزين برضو الطلبة تبتدي تحضر معانا وتبتدي تشارك معانا وتتفاعل اكتر. هنيجي بقى الموضوع حلقة النهاردة من التاريخ، وهو مصر تحت الاحتلال الفرنسي. شكل مصر ايه كان تحت الاحتلال الفرنسي؟ الهيكل اللي كان داخل مصر ايام الاحتلال الفرنسي، بداية من انشاء الديوان حتى الغائه، والديوان ده كان مكون من ايه، وحاجات كتيرة جدا تخص الاحتلال الفرنسي. وكمان هنروح لثورة القاهرة الاولى. معاكم النهاردة الاستاذ عبير محمد عبد المجيد، معلمة بوزارة التربية والتعليم. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بالطلبة والطالبات. استاذ عبير، يعني لو اتكلمنا كده عن مصر تحت الاحتلال الفرنسي، مصر كان شكلها ايه تحت الاحتلال الفرنسي؟ كان الاجواء عامله ازاي في مصر وقتها؟ قبل ما نتكلم عن مصر تحت الاحتلال الفرنسي، احنا عايزين نعرف كان ايه الهدف من الحمله الفرنسيه على مصر، وايه الخطى اللي اتخذها نابليون بونابرت عشان يقدر ان هو يجعل مصر مستعمره فرنسيه مركزها مصر. هنتكلم عن الحملة الفرنسية ونقول ان الحملة الفرنسية ما كانتش حملة عسكرية تقليدية، وما كانتش جاية للاحتلال والغزو فقط، وما كانتش كمان بتهدف لقطع الاتصال بين انجلترا ومستعمراتها في الهند، بدليل ان التجهيز نابليون بونابرت للحملة من علماء وعدات ومعدات وجغرافيين وكتاب ورسامين، كل ده شملته الحملة الفرنسية، وده هيبان في التنظيم اللي قام به على أمور الإدارة والحكم في مصر على النمط الفرنسي بعد الثورة. النمط الفرنسي بعد الثورة كان عبارة، كان نقل السلطة الحاكمة للطبقة المتوسطة. فأراد نابليون بونابرت لما وهو في مصر أن ينقل الحكم إلى الطبقة المتوسطة. يعني هو بدأ ياخد الشكل الفرنسي وهو عاوز يطبقه هنا في مصر. هو مش كده مجرد بس اللي هو عاوز يعمل احتلال وياخد ويستنفذ موارد مصر، هو كمان لا، عاوز يعمل يطبق النظام اللي هو عنده موجود في فرنسا. في فرنسا هنروح بعد كده بس قيام للبحيره الثورة. كده مع هبه، اتصال تليفوني. برحب بيك يا هبه. هبه احنا سامعينك، برحب بيك. كويس الحمد لله. تمام الحمد لله. الحمد لله. ايه الاخبار؟ هتجاوب على سؤالنا ولا حابه تسالي عن حاجه؟ حابه اسال على حاجه. طب اتفضلي يا هبه كده، استاذ عبير هتكتب السؤال بتاعك حالا ونجاوبك عليه اخر الحلقه. اتفضلي. تقوم الدوله بجهود كبيره. واحده واحده بس كده يا هبه، اهو هنكتب السؤال على طول. اتفضلي يا هبه قولي بقى. تقوم الدوله بجهود كبيره. تقوم الدوله، انت سامع استاذ عبير؟ كملي يا هبه معاكي. لمواجهه مشكله نقص. لمواجهة مشكلة نقص. احنا مسمعين الكلمة الأخيرة دي يا هبة، مشكلة لمواجهة مشكلة نقص. كملي سؤالك يا هبة. الكوادر الفنية نقص ايه؟ نقص ايه بقى يا هبة؟ الكوادر الفنية. الكوادر الفنية، بعد الكوادر الفنية احنا معاكي كلمة كلمة اهو. في البيئة الصناعية. في البيئة الصناعية. على ضوء ذلك. على ضوء ذلك. على ضوء ذلك. على ضوء ذلك هنعمل ايه؟ وضح جهود الدولة. هو الدرس ده لسه هيتشرح. واضح جهود الدولة. طب احنا هنجاوب لك على السؤال ده في اخر الحلقة يا هبة. هو مع العلم برضه اللي احنا هيكون تفاصيل الدرس ده ان شاء الله باذن الله هتكون في الحلقة الجاية، لكن برضه هنجاوب على السؤال. انا بشكرك على مداخلتك التليفونية، شكرا جزيلا، وتابعينا لاخر الحلقة. نكمل بقى موضوعنا كده. هنا كان نابليون عاوز ينقل الحملة الفرنسية وياخد الحملة الفرنسية ويطبق الشكل الفرنسي هنا في مصر. بعد الثورة. بانه نقل السلطة للطبقة الوسطى اللي بتمثل الاعيان والعلماء والمشايخ. طب كان الهدف من كده ايه؟ انه يعرف ما يدور في اذهان صفوة المصريين، لمعرفة ما يدور في اذهان
صفوة المصريين، بالإضافة أن هو بناء على هذا سوف يقوم بتخطيط أساسيات الحكم. يعني هو ابتدى يشوف الأول صفوة المصريين أو هم الطبقة الراقية في المصريين في الوقت ده، اللي هي الطبقة الوسطى، الأعيان والأعيان، اللي هو هياخد الطبقة دي، وهو حاول يقرب للشعب كله على فكرة. ما هو يعني هو حاول يعرف الشعب المصري بيفكر إزاي عشان خاطر يقدر يغزو الشعب المصري بالظبط، يقدر إن هو يضع خطط لطريقة الحكم الشعب المصري. فقام بإنشاء ديوان، ولكن السلطة لم تكن سلطة فعلية، كانت تحت سيطرة واستشارة رقابة السلطة الفرنسية، تحت سيطرة واستشارة أو مقيدة باستشارة السلطة الفرنسية. الديوان ده كان ليه شكل معين أو كان ليه ملامح معينة؟ كان مكون من مين؟ الديوان ده كان بيتكون من العلماء والمشايخ، ويقوموا بتعيين رؤساء الموظفين، وده لحكم الأقاليم ومدينة القاهرة. هنا كان بيحاول يقرب بقدر الإمكان من الطبقة المتوسطة بتعيين العلماء والمشايخ في الديوان. بالظبط، ما هو من خلال الديوان دوت هيجتمع كل فترات بهذه الطبقة، فيبتدي يحصل بينهم حوارات ومشاورات، فيبتدي يعرف ما يدور داخل أذهان هذه الطبقة، لأن هذه الطبقة بتعتبر بتمثل المكانة والنفوذ المرموق بين الأهالي. هنا نابليون كان عاوز ياخد باله كويس جدا ويعمل ربط ما بين الاقاليم المصريه وبعضها، ويعرف ايه اللي بيدور في الاقاليم من خلال الديوان. نيجي بعد كده، طب يا ترى رد فعل الشعب المصري ايه؟ خضع الشعب المصري لسياسه نابليون؟ لا، هنجد ان الشعب المصري صار ضد هذه السياسه ولم ينخدع بسياسه نابليون بونابرت في تكوين ديوان بيقع تحت استشارة أو مقيد باستشارة السلطة الفرنسية. هو جعل السلطة تحت قيادة الشعب، ولكنها ليست فعلية لخدمة المصالح الفرنسية، الحملة الفرنسية. هنا هو حاول يقرب من صفوة الشعب المصري وحاول يتقرب منهم، وعمل الديوان عشان خاطر يعرف الحياة والاقاليم المصرية عايشة ازاي، لانه كان غريب عن المجتمع المصري. الشعب المصري نفسه ما رضخش دي وما اقتنعش بالكلام اللي هو بيقوله. لا ما اقتنعش بالكلام، بدليل ان هم قاموا بثورة، والثورة دي لم تقتصر على القاهرة فقط، ولكنها تمادت الى اطراف الاقاليم والصعيد بقيادة مراد بيك. وهنلاقي ان في هذه الثورة مش بس لانه انشأ الديوان تحت سيطرة الرقابة الفرنسية، ولكنه لفرض الضرائب ليحصل على التمويل اللازم نتيجة تحطيم الاسطول في موقعة أبوكير البحرية، ودي خدناها الحلقة اللي فاتت في حملة أبوكير البحرية. تفتيش البيوت واقتحام الدكاكين للحصول على الاموال، بالاضافة انه هدم ابواب الحارات والمساجد ليسهل مطاردة عناصر المقاومة. دي ثورة القاهرة الأولى سنة 1798 في أكتوبر 1798. ده كان أسبابها. دي أسباب. لكن إيه الأحداث اللي تمت داخل الثورة؟ يعني إيه اللي حصل؟ حضرتك قلت لي الثورة ما كانتش في إطار القاهرة فقط، لغير ده خرج ده خرجت الأقاليم، بس كان مركزها جامع الأزهر الشريف، وكان زعمائها من مشايخ وعلماء الأزهر الشريف. وأحداث بقى الثورة هنتكلم، احنا هنا معانا هنا هي صورة للحملة الفرنسية والاحتلال الفرنسي، معانا هنا بردك هنقول أسباب الحملة الفرنسية. هي ثورة القاهرة الأولى، مكانها الأزهر الشريف، أسبابها فرض الفرنسيون الضرائب ليحصلوا على التمويل اللازم، خاصة بعد تدمير أسطولهم البحري، تفتيش البيوت وهدم أبواب الحارات والمساجد. تمام، هنتكلم بقى على أحداث الثورة. هنجد ان الشعب المصري نتيجة سياسة نابليون في فرض الضرائب وتفتيش البيوت واقتحام الدكاكين للحصول على الاموال، بالاضافة لهدم ابواب الحارات والمساجد، كل دوت صار من سخط الشعب المصري على الجنود الفرنسيين، بالاضافة ان هو قام بالقبض على زعماء الثورة والقبض عليهم زعماء وعناصر مقاومة الثورة، وتم القبض عليهم وحكم على 6 منهم بالاعدام، بس استثنى الشيخ السادات.
ايه السبب يعني؟ اشمعنى يعني هو حكم على ناس كتيرة جدا بالإعدام، اه لكن اشمعنى استثنى الشيخ السادات؟ لان الشيخ السادات يعتبر زي ما قلنا في الاول من صفوة المجتمع المصري، وكان بيتميز بالمكانة العلمية والأدمية والأدبية، وكان خش نابليون بونابرت من رد فعل المصريين من إعدام الشيخ السادات، رغم ان المصريين كانوا قايمين عليه بثوره، رغم ان المصريين والثوره كانوا يمكن قايمين عليه بثورة. امتدت لغايه اقاليم مصر، لكن مركزها كان القاهره ومكانها كان الازهر بالظبط الشريف، كده، لكن هنا هو خاف الموضوع يزيد معاهم. بالظبط كده، ده معناه ان كان الشيخ السادات كان في وقتها كان كان ليه ليه مكانة. مكانه كبيره جدا عند اه المصريين. بالظبط بالظبط. وبدأ يدخلوا بخيولهم وهم بخيولهم وهم يركبوها المسجد جامع الأزهر الشريف، وده طبعا اقتحام لمكانة وإساءة لمكانة الجامع الأزهر في ذلك الوقت. بعد كده قبل ما نخش في نتائج الثورة، يعني ايه ثورة؟ الثورة هي عبارة عن تغيير أساسي في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بيهب ويثور الشعب لتغييرها، ولكن لا يحقق التغيير الأساسي أو الرئيسي والجذري. ده معنى كلمة ثورة، يعني معنى لثورة كلمة ثورة يمكن هنا المفهوم عشان خاطر نعرف ثورة القاهرة الأولى يعني اللي ايه؟ تمت سنة 1798 في بالظبط أكتوبر. كده، ده معنى ومفهوم كلمة ثورة، وعرفنا أسباب ثورة الثورة القاهرة الأولى وكمان الأحداث وليه استثنى نابليون بونابرت السادات من الإعدام، حكم الإعدام، خوف من المصريين برضو بحيث ان الموضوع يزيد عندنا. لكن بعد كده في نتائج أكيد لان مترتبة. نابليون بونابرت كان يريد اخماد الثوره وليس زيادتها، فكان وفاه الشيخ السادات هو اعتقد ان هو سوف يزيد من ثوره الشعب المصري، ولم يستطيع اخماد الثوره. بعد كده هنلاقي ان الثوره استطاع اخمادها في القاهره والاقاليم المجاوره، ولكن لم يستطيع اخمادها في صعيد مصر بقياده، لان الثوره كانت والمقاومه بقياده مراد بك. وعرض في ذلك الوقت على مراد بك ان هو يتولى حكم اقليم الصعيد، ولكن مراد بك رفض، واستمرت المقاومه لمده اكثر من 10 اشهر. وبالاضافه ان كانت هناك ايه سبب استمرار وطول فتره المقاومه في صعيد مصر عن الوجه البحري والقاهره. القاهره عشان هي مركز الحكم والقياده واقتراب الوجه البحري منها، اما صعيد مصر لوجود قوه بتساعد وبتعاون جاءت من الجزيره العربيه عن طريق البحر الاحمر لمعاونه الشعب المصري على ذلك، ودي هنلاقيها في نتائج الحمله في الاخر، لان الشعب المصري هيبتدي يتفهم ويعلم من الفئات التي وقفت بجانبه خلال هذه الثوره، خلال هذا الاحتلال. هنا كان في نتائج اكيد للثوره، ايه النتائج اللي حصلت بعد الثوره؟ وهو طبعا نابليون بونابرت كان عاوز يخمد الثوره وبدا بالظبط يتجنب السادات من حكم الاعدام، واكيد طبعا برضو رجع يفكر في موضوع الديوان مره تانية. اه يعني الديوان ده طبعا كان سبب من ضمن اسباب هو ظهور الثوره. الديوان هو الغاء عقابا للثوره اللي قاموا بيها، او ما نقدرش نقول الغاء، هو اوقفه اللي بسبب قيام الثوره التي قام بها الشعب المصري في ثوره القاهره الاولى، واعاده مره اخرى، تمام، بس ادخل فيه بعض الفئات والطوائف غير المصريه، تمام، اللي هي تقيم في مصر، الفئات احنا والطوائف هناخد غير بس المصريه المقيمه رز في عليك مصر. اسماء من سوهاج. برحب بيك يا اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، برحب بيكي. انا عندي سؤال، اتفضلي يا اسماء. في إيداع على الصح او خطأ مع التصوير، تابلو مساحة الأراضي الزراعية حوالي 75% من جملة مساحة مصر. ده أول حاجة. اه طب قولي لي كده، في سؤال تاني مرتبط بصح أو غلط؟ لا بس في من أكمل. في أكمل؟ اه طيب قولي لنا السؤال بتاع أكمل. انتشار المناطق العشوائية الايه؟ يسهم
المناطق انتشار الايه؟ المناطق العشوائية. العشوائية. يسهم، يسهم في ارتفاع نقط. في ارتفاع ايه يا اسماء؟ نقط. في ارتفاع اكمل يعني نقط. نقط. اه ماشي. تمام كده. في اسئلة تانية يا اسماء عاوزة تقوليها؟ لا بس ممكن اجاوب على سؤال الحلقة. اه طبعا، احنا مستنيين الاجابات على الحلقه يعني. استاذ عبير كده هتسجل كده الاجابه بتاعتك، قولي كده الاجابه بتاعتك. انت عارفه السؤال الاول صح؟ خصائص سكان البيئه الصناعيه. إيه ممكن اقول سؤال تاني؟ لا هو ممكن تقولي سؤال تاني ولا عاوز تجاوبي على سؤال الحلقه؟ حددي. انا عايز اجاوب على سؤال الحلقه وعندي سؤال تاني. طيب خلاص قولي سؤالك تاني كده وبرضه جاوبي على سؤال الحلقه. قولي السؤال اللي انت عاوزاه التاني. في اكمل. اكمل برضه. يقل عدد السكان في الوجه البحري كلما اتجهنا نحو الشمال بسبب نقص. تمام، دي كده اسئلتك يا اسماء. بصي انت هتجاوبي على السؤال دلوقتي، طبعا احنا مش هنقول لك الاجابه صح او غلط غير في اخر الحلقه يعني. استاذه عبير هتسجل الاجابات الصح وهتسجل الاجابات الغلط. ممكن بقى تقولي السؤال بتاعك كده. سؤال الحلقة؟ اه سؤال الحلقه، ردي كده على، قولي لنا كده الجواب بتاعك ايه. خصائص خصائص سكان البيئه الصناعيه. سكان البيئة الصناعية هي: 1- ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الأمية. الاهتمام بتعليم الأطفال ورفاهيتهم. المشاركة في النقابات العمالية التي تحافظ على مصالحها. مشاركة المرأة في العمل. تمام كده يا اسماء، انا بشكرك وبرافو عليك كده ان انت بتحضري معانا كده وبتتفاعلي معانا وبتجاوبي على الاسئله، واحنا هنجاوب على اسئلتك في اخر الحلقه وهنقول لك برضو اجابتك كانت صح ولا غلط. شكرا جزيلا يا اسماء. نرجع لنتائج الثوره. بالنسبه لنتائج الثوره، الغاء الديوان، احنا ما نقدرش نقول برضك ان هو الغى الديوان، هو قام بتعطيل الديوان معاقبة للثورة التي قام بها الشعب المصري، وأعادوا مرة أخرى بعد مع إدخال بعض الفئات والعناصر الغير المصرية المقيمة في مصر، فرض الغرامات الغرامات المالية على التجار والعلماء، بالإضافة أن هو كمان غير الغرامات شرع في تحسين القاهرة، فقام بهدم المباني والمساجد وبعض الآثار لتحسين القاهرة. تمام؟ يعني هنا كمان هو كمان عاوز يستحوذ على الفكر المصري كله وتحصين القاهرة من خلال بالظبط الفرنسيين كده، فقط لا لأن غير. كان في قوى أخرى بتحاربه في خروق، بتحاول تطرده من وجوده في مصر. بسملة معانا برضو كمان من بهتين، برحب بيك يا بسملة. السلام عليكم. عليكم السلام. انا عاوزه اجاوب على سؤال الحلقه. اتفضلي جاوب على سؤال الحلقه واحنا بنسجل كده اللي هيجاوبه صح واللي هيجاوبه غلط. تمام، قولي كده الاجابه. 1- تبقى ارتفاع نسبه التعليم وانخفاض نسبه الاميه. 2- مشاركه المراه في العمل. 3- المشاركه في النقابات العماليه التي تحافظ على مصالحهم. 4- الاهتمام بتعليم الاطفال ورفاهيتهم. تمام كده يا اسماء. يا بسمله معلش انا اسف. انا ايه يا عاوزه بسمله، في اتسال سؤال حابه تاني. تساليه جوه الحلقه؟ لا انا عاوزه اتسال تاني. عاوزه تتسالي تاني. طيب ممكن نسالها كده يا استاذ عبير في الجزء اللي احنا شرحناه. هنقول بما تفسر استثناء نابليون بونابرت الشيخ السادات من حكم وبالاعدام. لانه كان يعرف انه له مكانه كبيره عند المصريين، وخاف ان رد فعله، خشية من رد فعل المصريين، لانه كان يدرك المكانه العلميه والادبيه للشيخ السادات بين المصريين، فخشية على خشية من رد فعل المصريين. برافو عليك. شكرا يا بسمله على مداخلتك التليفونيه، شكرا جزيلا. يعني استني بقى لاخر الحلقه كده عشان نعرف النتيجه بتاعتك صح ولا غلط يعني. شكرا. بعد ما خلصنا النتائج وبدا يفرض
اموال وضرائب الى اخره. اكيد طبعا في حدث حصل مهم جدا وهي الشام، خاص بالشام. اثناء مقاومه نابليون بونابرت جاء خبر لنابليون بونابرت بتعاون انجلترا والدوله العثمانيه في حمله مشتركه لطرده بره مصر. ولكن نابليون بونابرت، واحنا هنا هنشوف مع بعض ثورة القاهرة، صورة هي توضح ثورة القاهرة ودور الثوار والحملة الفرنسية وقد ايه هي كانت مدى العنف والقوة اللي كان بيتعامل بيها نابليون بونابرت مع الشعب المصري. هنا حملة الشام، هنا صورة بتوضح هي حملة الشام. قام نابليون بونابرت بالتجهيز للحرب. هم كمان ياخدوا بالهم بقى الاولاد هنا من تواريخ ثوره القاهره الاولى سنه 1798 في اكتوبر 1798 في فبراير 1799 وجاء خبر لنابليون بونابرت بتعاون انجلترا والدوله العثمانيه في حمله مشتركه لتقدمهم خارج. واحنا جالنا خبر برضو اللي ملك معانا من الجيزه. مرحب بك يا ملك. ملك، الو الو، سامعيني كملك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. قولي لي كده، عاوزه تجاوبي على سؤال ولا عاوزه تسالي؟ عايزه تسال. عايزه تتسال. طب احنا كنا قايلين سؤال الحلقه اللي فاتت كده وقلنا كده تفكروا فيه لمده اسبوع. هنساله لك لو انت حابه تجاوبي عليه. ما هي خصائص سكان البيئه الصناعيه؟ ايه، ما هي خصائص سكان البيئه الصناعيه؟ ارتفاع نسبه التعليم. ارتفاع نسبة التعليم. احنا برضو هنسجل، وحضرتك لو في اي ملاحظات على الاجابات بتاعت الطلبة يا ريت تكتبيها عشان خاطر نقولها لهم في اخر الحلقة. هكملي كده اجابتك يا ملك. اهتمام بالتعليم الاطفال. ايه كمان؟ مشاركة المرأة في العمل. المشاركة في النقابات. النقابات العمالية. العملية لتحافظ على مصالحها. ماشي يا ملك، برافو عليكي. شكرا يا ملك، انا بشكرك وهنقول لك بقى انت كده الاجابه بتاعتك صح ولا غلط في اخر الحلقه. تابعينا كده في اخر الحلقه، نرجع بقى للجزئيه بتاعتنا وحمله الشام في فبراير 1799. الحمله ديت زي ما احنا قلنا وقبل ما نموه على الخبر اللي وصل لنابليون بونابرت ان الحمله ديت نتائجها او مرتبطه بنتائج موقعه ابي قير البحريه بسبب هزيمه وتحطيم معظم اسطول الفرنسي في موقعه ابي قير البحريه. الحمله المشتركه اللي جهزتها انجلترا والدوله العثمانيه علم بها نابليون بونابرت. بعد ما علم نابليون بونابرت اكيد هو اتخذ اجراء. انا معاك الاجراء يا استاذه عبير. بس بعد ما ناخد شهد من الفيوم. اهلا بيك يا شهد. الو الو، اهلا يا مستر. اهلا بيكي، ايه الاخبار؟ الحمد لله. قولي لي كده، هجاوب على سؤال ولا عندك اسئله عاوزه تطرحيها؟ هجاوب بسأل سؤال. التاني معلش كده؟ هجاوب بسأل سؤال. طب هتجاوبي وتسألي سؤال. طب ابتدي كده جاوب على السؤال كده. خصائص سكان البيئة الصناعية، واحد ارتفاع نسبة التعليم. لا، احنا قلنا خصائص سكان البيئة الصناعية. الصناعية. ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الأمية، وخاصة في مناطق الصناعات التي تطلب عمالها ماهرة. اثنين، الاهتمام بتعليم الأطفال ورفاهيتهم. ثلاثة، مشاركة المرأة في العمل. أربعة، المشاركة في النقابات العمالية التي تحافظ على مصالحهم. تمام، برافو. شاهد، في سؤال كده خاص بالجزئيه دي برضو كده، علاقه البيئه الزراعيه بالبيئه الصناعيه، عارفه ايه العلاقه ما بينهم؟ ازاي الاثنين ممكن يخدموا بعض؟ لا. طيب مش انا هقول لك الجزئيه، العلاقه ما بينهم كده، علاقه البيئه الزراعيه بعلاقه البيئه الصناعيه، ده جزء موجود عندكم في تحديد مكان والمناخ بتاع العمل داخل البيئه الصناعيه، وازاي ممكن انا مثلا لو هزرع قطن ممكن اعمل مصنع بجانب زراعتي للقطن. زراعيه مكمله. قولي بقى السؤال اللي انت عاوز تسأليه. ايه؟ ماشي. استثناء. استاذنك بس تكتبي كده كل الاسم. استثناء الشيخ السادات.
ده بما تفسر؟ اه كمل. استثناء الشيخ السادات من احكام على فكرة يا من حكم ملك، الإعدام. على فكرة يا شهد، قبل ما نكمل السؤال بتاعك، احنا جاوبنا على السؤال ده تقريبا مرتين. طب نجاوب عليه التالتة عشان خاطر شهد، نقوله برضه اللي هو هجاوبك على السؤال يا شهد. استثناء نابليون الشيخ السادات من حكم الإعدام، صح يا شهد؟ طيب، لأنه كان يدرك مكانته العلمية والأدبية بين المصريين وخشي من رد الفعل. تمام؟ عايز سؤال تاني. طيب قولي. عايزة تسألي سؤال تاني ولا تسألي سؤال تاني؟ لا، بما تفسر برضو. بما تفسر. طيب معاكي. بما تفسر قيام المصريين بثورة القاهرة الأولى. قيام المصريين بثورة القاهرة الأولى؟ أسباب قيام المصريين بثورة القاهرة الأولى. ماشي، حاضر. بشكرك يا شاهد، شكرا جزيلا. عشان السؤال ده مختص بالحلقة بتاعتنا، فما ينفعش ننقل على جزء جديد من غير ما نجاوب لها عليه. ممكن نقول لها أسباب ثورة القاهرة الأولى. فرض الضرائب للحصول على التمويل اللازم بعد تحطيم أسطول البحري في موقعة أبو كير، تفتيش البيوت واقتحام الدكاكين للحصول على الأموال، هدم أبواب المساجد والبيوت لسهولة مطاردة عناصر المقاومة. دي الأسباب. ممكن احنا قلنا كمان قلنا الأحداث. ثورة القاهرة الأولى في 1708 أكتوبر 1708. كنا رحنا لحملة الشام في فبراير 1799، وقلنا علم بونابرت بوجود حملة الشام، اكيد هو اتخذ اجراء عشان خاطر يرد هذه هي الحملة. اكتشف نابليون بونابرت باتفاق وتعاون انجلترا ودولة المماليك في قيام حملة لطرده خارج مصر، فقام هو بتجهيز حملة هجومية للرد على الحملة بتاعت المشتركة ما بين انجلترا والدولة العثمانية، وجهز حملة وكان هو قائد هذه الحملة، واخذ جنوده وذهب الى الشام. وعند وصوله عكا فشلت حملة نابليون بونابرت في فبراير 1799، ودي لعدة اسباب. منها اول حاجة قوة اسوار عكا، بالإضافة إلى بسالة شعبها وصمود حاكمها بالتعاون مع إنجلترا، بالإضافة أن في بسبب كمان أن نابليون بونابرت في أثناء الحملة أصبحت هناك عدوى بمرض الطاعون، انتشار مرض الطاعون بين جنوده، فده أفقدوا عدد كبير من الجنود الفرنسية. خلص نابليون بونابرت انتهزم نابليون بونابرت، وفي عودته الى القاهرة جاء نبأ بوصول الاسطول العثماني الى ابي قير، فاتجه نابليون بونابرت الى ابي قير، وهناك دارت معركة ابي قير البرية في يوليو 1799 بين الاطراف، بين الدولة العثمانية العثمانيين ونابليون بونابرت، وكانت نتيجة هذه المعركة هزيمة الدولة العثمانية او العثمانيين واسر قائدها. يعني هو كان راجع من الشام بهزيمة، يعتبر راح على موقعة أبو قير البرية بالزبط. وقدر اللي هو ينجو وينتصر في هذه ينتصر المعركة، ينتصر في اثر القائد، قام باثر قائد. طب يعني احنا قلنا سيرة أبو قير، يعني لازم يكون بقى معنا مكالمة من اسكندرية. معنا شادي من اسكندرية، برحب بك يا شادي. اهلا بيك. اهلا بيك يا شادي، سامعينك. انا بس عايز اسال سؤال الحلقه. تجاوب على سؤال الحلقه؟ اتفضل يا شادي. انا خسرت سكان الجامعه الصناعيه وابتداء نسبه التعليم وانتفاض نسبه الوظيفه، خاصه الصناعات التي تتطلب عماله وغيرها. ورقم اثنين الاهتمام بتعليم الاطفال ورفاهياتهم. تمام. وثلاثة مشاركة المرأة فيها العملي، وأربعة مشاركة فيها النقابات العمالية التي تحافظ على مصالحهم. تمام 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 كده يا شادي. قولي يا شادي كده، في حاجة عاوز تسأل عنها أو تستفسر عنها في حلقتنا النهاردة؟ لا، أنا عايز أسأل سؤال تاني. عاوز تسأل سؤال تاني؟ أه.
طيب طيب بما تفسر هزيمة نابليون بونابرت أو فشل حملة نابليون بونابرت في الشام فبراير 1799؟ إيه؟ لقوة أسوارها ورسالة أهلها. برافو عليك، برافو طب عليك. فاكر الحملة دي أو الموقعة دي كانت ما بين مين ومين؟ الموقع دي كانت ما بين الفرنسيين وكانت ما بين انجلترا مع الجيش العثماني بالبحيرات العمليه. لا لا، انجلترا ما كانش ليها دور في حملة أبيقير. لا احنا بنتكلم على بخير، احنا بنتكلم على الشام يعني الشام هو حملة الشام. سوري، ماشي، اوكي، تمام تمام ماشي. تمام. بشكرك يا شادي على مداخلتك التليفونية، شكرا. تمام، اوكي. طبعا في حملة الشام لم يكن فقط بسالة اهلها، ولكن صمود قائدها احمد الجزار باشا ومساعدة انجلترا. هو اكيد برضه طبعا، هو يعني يمكن هو احنا دايما بنحاول بقدر الامكان نمسك طرف الاجابه بتاع الطالب اللي بيتصل بينا عشان نعرف بس هو ماشي في الاتجاه الصح او الاتجاه الغلط. تمام. نيجي بقى لاتفاقيه العريش. بعد كده جه خبر لنابليون بونابرت بان هو او قرر نابليون بونابرت بان هو يسافر فرنسا سرا. سبب سفر نابليون بونابرت كله هيفتكر بقى ويقول ده نابليون بونابرت راح فرنسا عشان يجيب اسطول بحري تاني ليعاون الاسطول الفرنسي اللي اتحطم في مصر. لا، نابليون بونابرت سافر سرا الى فرنسا لان جاءه نبأ بوجود مشاكل في ادارة الحكومة الفرنسية مع النمسا، فاضطر نابليون بونابرت بترك قيادة الحملة الى نائبه كليبر والذهاب او السفر سرا الى فرنسا. احنا معانا برضه محمود من البحيره، يعني مكالمات تليفونيه ما شاء الله النهارده. محمود برحب بيك. الو، سامعينك يا محمود؟ انا عايز اجاوب سؤال الحلقه. اتفضل يا محمود. ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الأمية، مشاركة 2 مشاركة المرأة في العمل، 3 المشاركة في النقابات العمالية للحفاظ على مصالحهم، 4 هي 4 ايه؟ انت وصلت عند 4 ليه؟ الاهتمام بتعليم الاطفال ورفاهيتهم والمشاركة في النقابات العمالية للحفاظ على مصالحهم. برافو عليك، ماشي، تمام. شكرا يا محمود. عاوز تسأل سؤال تاني؟ طيب ممكن عايز نسألك سؤال تاني. تسأل سؤال، اوكي. ايه رأيك تقول لنا كده أسباب ثورة القاهرة الأولى؟ تفتيش البيوت والدكاكين وفرض الضرائب للتمويل على بعد، خاصة بعد تدمير السلوم في معركة أبيكير البحرية، وهدم أبواب الحارات والمساجد. شكرا يا محمود، الإجابة بتاعت محمود إيه أخبارها؟ تمام. تمام، أستاذ عبير بتقول تمام، شكرا يا محمود. تمام. بعد ما وصلوا الخبر بقى. تنازل او اترك القياده لنائبه كليبر، واثناء توليه كليبر من خلال المقاومه والمناوشات والمناورات اللي كانت بتحصل من الشعب المصري، علم كليبر ان مش من مصلحه الحمله الفرنسيه الاستمرار في مصر، فقام بطلب مقابله السلطان العثماني. هنا كنت حابة أوريهم موقعة أبيكير البرية قبل ما نخش في اتفاقية العريش. هنا يعني هنا هو خد باله كويس جدا من ان في جاله الخبر، وبعد كده هو كمان هو يعني عاصر كذا منطقه ابي قير البريه وقبليها حمله الشام، يعني طبعا هو عمل هو كل عارف ده في كل مشاكل. الاحداث اللي حاصله حواليه، فلقى ان مش من مصلحه الحمله الفرنسيه الاستمرار في مصر، فطلب بمقابله السلطان العثماني لقيام اتفاقيه العريش في يناير 1800. هنقول اتفاقيه العريش كده واطرافها ونصت على ايه، بس هناخد روان بس من البحيره. ماشي. برحب بيك يا روان. روان، الو الو، سامعين؟ ايه الاخبار؟ ايوه مس، ايوه مس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايزه اجاوب سؤال الحلقه. اتفضلي يا روان.
واحد ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الأمية خاصة في الصناعات التي تتطلب عمالة ماهرة. اثنين الاهتمام بتعليم الأطفال ورفاهيتهم. ثلاثة مشاركة المرأة في العمل. أربعة المشاركة في النقابات العمالية التي تحافظ على مصالحهم. تمام يا روان. روان قولي لي كده، في حاجة عاوز تسألي عنها؟ إيه؟ في حاجة عاوز تسألي عنها في حلقة النهاردة؟ واحنا لا بنتكلم كده عن الناس بتاعت الاحتلال عايزة الفرنسي. إيه؟ عايزة تسأل سؤال كمان. عاوز تسألي سؤال كمان. طب أستاذ عبير كده هجهز لك سؤال حالا كده بقى، ركزي فيه. أكمل. أمر بإعدام 6 من مشايخ الأزهر. نقط. إيه؟ أمر بإعدام 6 من مشايخ الأزهر. نقط. مين؟ نابليون. برافو عليك نابليون. شكرا يا روان، بشكرك على مداخلتك التليفونيه، شكرا جزيلا. تمام. اتفاقيه العريش في يناير 1800 كان اطراف الاتفاقيه كانت الدوله السلطان العثماني ومع كليبر، اتفقوا على خروج الحمله الفرنسيه من مصر بكامل عددها ومعداتها وجنودها على نفقه الدوله العثمانيه. وخلال هذا من خلال هذا الاتفاق سمح للدولة العثمانية بدخول مصر وممارسة جمع الضرائب والمعونات قصوى. بالعافية يعني. ولكن جت هنا انجلترا واعترضت. ده كان رد فعل انجلترا اللي هي معترضة. يجي هنا انجلترا وتعترض على هذا الاتفاق وطالبت بخروج الحملة الفرنسية كأسرى حرب. كان رد فعل كليبر رفض واعترض على هذا. وهنا انجلترا كانت عاوزه تعمل اذلال بالنسبه للحمله الفرنسيه. الحمله الفرنسيه يعني هو كده، هو بيحاول بقدر الامكان يعمل عمليه اذلال بالظبط كده. فرجع كليبر بعد ما عرف بنقد الاتفاق بينه وبين السلطان العثماني، فقام بمطارده العثمانيين من القاهرة وفي ضواحي القاهرة. وفي أثناء انشغال كليبر في مطاردة العثمانيين قام الشعب المصري بثورة القاهرة الثانية. يعني هو هنا ما بين ثورة وموقعة أبي قير وقبلها حملة الشام وبعد كده اتفاقية العريش اللي اعترضت عليها انجلترا ورفضتها، وبعد كده رحنا بقى للنتائج اللي ترتبت عليها رفض انجلترا. بالزبط. راحت قايمة ثورة تانية مش ملاحقين خالص يعني. ثورة القاهرة الثانية في مارس 1800، وكانت هذه الثورة مكانها في حي بولاق. لو ناخد بالنا ان ثوره القاهره الاولى كانت من جامع الازهر الشريف، هنا مكانها او مركزها من حي بولاق حيث كانت توجد مخازن تمويل الجيش الفرنسي. كان قائد هذه الثوره هو عمر مكرم. اسباب بقى ثوره القاهره الثانيه، تسرب خبر ان العثمانيين على ابواب القاهره، بالاضافه ان الاجراءات التي اتخذها كليبر لمعاقبه اهالي القاهره. تمام. بعد كده هنبص نلاقي ان الاحداث قاموا الثوار بتحطيم ابواب مخازن الاحتلال الفرنسي والاستيلاء على ما بداخلها، فطبعا عجز كليبر على اخماد الثوره واستمرت الثوره اكثر من شهر. وبدا كليبر يتصدى. الثوره متهيألي ثوره القاهره الثانيه كانت شكلها افظع شويه يعني اكبر شويه. خلاص هنا المصريين ثوره، لا وثوره القاهره الثانيه هيبقى فيها كمان قتل، وان هم قاموا بقتل جنود الفرنسيين ولم يستطع اخماد الثوره. وفي النهايه استطاع اخماد الثوره بان هو امر بضرب حي بولاق بالمدفعيه. احنا معانا الاء من الجيزه. مرحبا بيك يا الاء. اهلا بيك يا الاء. وعليكم السلام. انا عايزه اجاوب سؤال الحلقه. اتفضلي يا الاء، جاوبي يا الاء احنا سامعين. انت نسيت الجواب ولا ايه؟ ارتفاع نسبة التعليم، الاهتمام بتعليم الأطفال ورفاهيتهم، مشاركة المرأة في العمل، مشاركة في النقابات العمالية التي تحافظ على مصالحهم.
لا نسيتي. طب في النقطة الأولانية يا آلاء، إن ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الأمية. ماشي يا آلاء، ماشي، شكرا. اتفضلي يا آلاء، اتفضلي. عايزة ايه؟ تتسألي ولا تسألي؟ ألو؟ هي آلاء تقريبا قفلت. بشكرك يا آلاء. بعد كده هنيجي في أحداث الثورة، زي ما قلنا إن الثوار اقتحموا مخازن الاحتلال الفرنسي أو الحملة الفرنسية في بولاق، وقاموا بقتل بعض الجنود الفرنسيين، بالإضافة إن كليبر ما قدرش يخمد الثورة وبدأ يتعامل بقوة العنف ضد الثوار في القاهرة، وبالإضافة إن هو تصدى للثورة بالقوة والعنف فقتل بعض الثوار وأمر بإلقاء أو إلقاء او تدمير حي بولاق بالمدفعيه، بالاضافه ان هو كمان منع الغذاء عن سكان القاهره. ودي كانت احداث ثوره القاهره اكيد برضو زي ما الثانيه. كان في لثوره القاهره الاولى نتائج، نتائج اكيد برضو في اكيد نتائج ليها لثوره القاهره نتائج. الثانيه. هنا هو معانا جنرال كليبر، ونيجي هنا معانا السيد تمثال للسيد عمر مكرم في ميدان التحرير. تمام، بعد كده هنيجي على نتائج الثورة الثانية. اشتد كليبر في فرض الضرائب والإتاوات ومصادرة الأموال والممتلكات، بدأ يزداد سخط الشعب المصري على كليبر وعلى الحملة الفرنسية، وحاول كليبر تهدئة الحملة الفرنسية، استطاع إخمادها في القاهرة وبعض الأقاليم المجاورة، ولكن لم يستطع إخمادها في صعيد مصر بقيادة مراد بك، فعرض على مراد بك بأن يعطيه حكم إقليم الصعيد، ووافق المرة دي. المرة الأولانية رفض عرض نابليون بونابرت، المرة دي وافق كليبر، وافق مراد بيك عرض كليبر في ان هو يحكم اقليم مصر او اقليم صعيد مصر. ليه بقى تفتكر؟ ليه نفتكر ليه؟ بس لما ناخد بس بقى من الصعيد لسعيد. معايا سعيد من الدقهلية، برحب بيك يا سعيد. الو، سامعينك يا سعيد؟ الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عايز اجاوب سؤال الحلقة. اتفضل يا سعيد. أول حاجة زيادة نسبة التعليم، وتاني حاجة اهتمام بتعليم الأطفال، تالت حاجة مشاركة المرأة في العمل، تالت حاجة مشاركة في النقابات العملية. العمالية، المشاركة في النقابات العمالية. سعيد، عاوز تسأل ولا تسأل بقى سؤال كده في الحلقة؟ أنا عايزة أسأل سؤال. اتفضل يا سعيد، معاك، سامعيني. بما أن تفسر إنشاء ديوان نكتب بس القاهرة، سؤال سعيد. تمام، حاجة تانية؟ كمل كمل سعيد، هو كده خلاص السؤال بتاعه خلص؟ بما تفسر إنشاء ديوان القاهرة. هنجاوبك على سؤال حالا خلاص، احنا يمكن وقت حلقتنا قرب يخلص، فهنبتدي نجاوب على الأسئلة. بشكرك يا سعيد على مداخلتك التليفونيه، وهنبتدي بقى نجاوب الاسئله. احنا وقفنا بس عند النتائج عشان نكون بس فاكرين كده نتائج مطلوب ثورة وطلبات. نتائج ثوره القاهره القاهرة الثانيه، الثانية نقولها آخر مرة. كليبر فرض الضرائب، اشتد في فرض الضرائب والإتاوات ومصادرة الأموال والممتلكات تعويضا للإتلافات التي تسببتها الثورة القاهرة الثانية. زيادة سخط الشعب المصري على كليبر، بالإضافة أنه بدأ يقوم ببعض التحصين والتحصين في القاهرة وفي الإسكندرية، إنشاء الحصون في القاهرة والإسكندرية. بعد كده قتل كليبر في حديقة منزله على يد أحد شاب سوري اسمه سلمان الحلبي، فقد طعنه بخنجر في قلبه. وقولت بعد كده الحملة لأقدم ضباطها وهو القائد مينو. القائد مينو اعتنق الإسلام وتزوج من امرأة مسلمة تدعى زبيدة من أبناء رشيد. القائد مينو عكس كليبر، كليبر كان شايف ان مش من مصلحة الحملة انها تستمر في مصر، فقام مينو بتخطيط العديد من الاصلاحات
تمهيدا وطموحه في ان تصبح مصر امبراطوريه فرنسيه في الشرق. فبدأ بالاصلاحات في مجال الزراعه والصناعه والتجاره والصحه والنظام القضائي. ولكن جاءت هو عاوز خلاص يعني يقيم في مصر، عايز هو تزور يقيم من مصر اه وعاوز يقيم بالظبط من مصر. كده. نجاوب على اسئله بقى كده استاذ عبير. ماشي اوكي. يعني نبتدي بسؤال هبه كده، كان في سؤال هبه من البحيره، يعني هنا النهارده من البحيره كلمونا كتير قوي، في سؤال هبه من البحيره، ده كان اول سؤال معانا موجود عندك بالاحمر في اخر الورقه اللي قدامك على طول. السؤال اللي هو: تقوم الدولة بجهود كبيرة لمواجهة مشكلة نقص الكوادر الفنية في البيئة الصناعية، انها تقوم بانشاء مدارس فنية والاستعانة بالتحسين الكوادر الفنية لتحسين الانتاج الصناعي، تمام، وانشاء مدارس فنية للتطوير وتدريبهم تدريب جيد على استخدام الماكينات الصناعية. وطبعا احنا قلنا الهبة يمكن الجزئية دي لسه ما كناش شرحناها، بس هيكون بقى فيها تفاصيل اكتر في الحلقة الجاية ان شاء الله. الحلقة القادمة ان شاء الله. في علامة صح او غلط، تبلغ دي كانت اسماء من سوهاج. تبلغ مساحة الأراضي الزراعية حوالي 75% من جملة مساحة مصر، دي طبعا غلط لأن هي 3.5% بس من جملة مساحة مصر. انتشار المناطق العشوائية يسهم في ارتفاع السكان، يسهم في ارتفاع زيادة عدد السكان. السكان. يقل عدد السكان في الوجه البحري كلما اتجهنا إلى الشمال بسبب زيادة ملوحة التربة، يعني ما بيبقاش فيه زراعة، تمام. استثناء الشيخ وده احنا جاوبناه. انشاء ديوان القاهرة، انشاء ديوان القاهرة لتعيين رؤساء الموظفين وحكم مدينة القاهرة. دي كده كانت الاسئلة اللي احنا بالزبط. بنجاوب لكم عليها، لكن برضو كان معنا سؤال الحلقة وهي: ما هي خصائص سكان البيئة الصناعية؟ طبعا في عديد من المكالمات، يعني وانا يمكن مستشفى كده لمعظم المكالمات كانت الاجابه صح. هل كان في ملاحظات على اجابات بعض الطلاب؟ لا لا، يعني خدت ملاحظه معينه على اجابات بعض كلها الطلاب؟ كانت اجابات صح، بس في بعض منهم كان ينقصهم بس انخفاض نسبه الاميه. طب نقول بقى الاجابه على سؤال كده من حضرتك: ارتفاع نسبه التعليم وانخفاض نسبه الاميه، الاهتمام بالتعليم الاطفال ورفاهيتهم، مشاركه المراه في العمل، المشاركه في النقابات العماليه لحفظ مصالحهم. دي كده كان إجابة السؤال على ما هي خصائص سكان البيئة الصناعية. ومعنا كيرولوس من القاهرة، برحب بيك يا كيرولوس. أنا بس مساء الخير. مساء النور، عارفك والله. أنا بس كل سنة وأنت طيب يا بس. وأنت بالصحة والسلامة يا كيرولوس، وأنت بصحة كده على طول يعني. بس حضرتك أنت سألت سؤال، ما هي خصائص البيئة سكان البيئة الصناعية وإحنا جاوبنا عليه؟ في نص الحلقه. يبقى انت كده مركز معانا، اللي هي العلاقه ما بين البيئه الزراعيه والبيئه الصناعيه. جاوب لي بقى كرولوس كده، ان البيئه الزراعيه تمد للبيئه الزراعيه المواد تمد الاسمده والالات الزراعيه والبيئة. برافو عليك. البيئة الصناعية هنا بتمد البيئة الزراعية بالأسمدة والأجهزة والآلات والمعدات والآلات لقيام عملية. طب قولي بقى كده، البيئة الصناعية يعني كده بتمد البيئة الزراعية، لكن البيئة الزراعية برضو أكيد بتمد البيئة الصناعية بحاجة. بتمد المواد الخام وتمدهم للمنتجات الغذائية للعاملين. برافو عليك. حاول تسمعنا بس من السماعه كده على طول، من سماعه التليفون. يا كرولوس انا بشكرك على مداخلتك التليفونيه، وكنت هزعل الاول انت معاك في المداخله النهارده. ها قول لي. بشكرك يا كرولوس. طيب نكمل. احنا ممكن بقى يعني ايه نحاول بقدر الامكان كده قراءه سريعه نفكر بقى بالاولاد بالجزئيات اللي احنا اتكلمناها، وعاوز اعمل مقارنه كده ما بين ثوره القاهره الاولى اللي تمت سنه 1798 اكتوبر 1798 وثوره القاهره الثانيه في نقول الاسباب والنتائج لكل ثوره كده نفكرهم بيها. اسباب ثور، اول مكان هنا كان جامع الازهر الشريف، وهنا حي بولاق، هنا زعماء الثوره كانوا من مشايخ الازهر، هنا عمر يتزعمها عمر قريه. هنا بالنسبة للثورة كان بسبب فرض الضرائب، بسبب تفتيش البيوت واقتحام الدكاكين، بسبب
تفتيش البيوت واقتحام الدكاكين، هدم ابواب والابواب الحارات والمساجد لسهوله مطارده العناصر المقاومه. هنا كان اسبابها معرفه مجيء اسباب مجيء الدوله العثمانيين على ابواب القاهره والعقوبات اللي اصدرها كليبر على العقوبات على الشعب المصري في القاهره بالظبط كده، بالاضافه لفرض الضرائب والتوات ساعتها فرض ضرائب لتعويض على الثوره اللي قام بها الشعب المصري والخسائر اللي تسبب فيها الشعب المصري. هنا الاحداث ثوره القاهره الاولى كانت فيها احداث ثوره القاهره الاولى برضه انا هبتدي هراجعها مع حضرتك كده. يعني الاحداث كانت عندنا في احداث حصلت، احنا قلنا المكان الاول طبعا احنا لازم نكون يعني مفصلين المكان من ثوره القاهره الاولى وثوره القاهره الثانيه. هنا المكان احنا قلنا الازهر الشريف، ثوره القاهره الثانيه اللي تمت سنه 1800 في حي بولاق. هنا كان في اطراف مشاركه وهنا كان في اطراف مشاركه. هنا الاطراف المشاركه هنا في هنا زعماء الزهر والسكري، زعماء المشايخ وزعماء الازهر. هنا السيد عمر عمر مكرم. طب الاحداث اكيد اختلفت في ثوره القاهره الاولى عن ثوره القاهره الثانيه. يعني الاحداث اولها سخط الاهالي على الفرنسيين، بالاضافه ان قام بالقبض على زعماء الثوره وحكم على سته منهم بالاعدام باستثناء الشيخ السادات. دخول الفرنسيين وهم يركبون خيولهم الجامع الازهر، وده اقتحام وإساءة لمكانة الجامع الأزهر في ذلك الوقت، بالإضافة ل يعني طب نروح بقى الأحداث بقى كده ثورة القاهرة الثانية. ان هو قاموا بهدم ابواب مخازن المخازن الحمله الفرنسيه والاستيلاء على ما بداخلها. قاموا ب لم يستطيع كليبر اخماد الثوره وتعامل معهم بالشده والعنف والقوه، بالاضافه ان هو قام وامر ب القاء او رمي حي بولاق بالمدفعيه، وقام بقتل العديد من الثوار سكان بالاضافه ان الشعب المصري كمان او الثوار قاموا بقتل العديد من جنود الفرنسيين اثناء اقتحامهم لمخازن بولاق اللي هي تم يمتلكها الفرنسيين. يعني يمكن هنا احنا عملنا لكم مقارنه كده بس بسيطه نسترجع بيها المعلومات معاكم من خلال الاستاذه عبير. بشكر الاستاذه عبير على وجودها معانا، بشكر الاستاذه عبير محمد عبد المجيد معلم بوزاره التربيه والتعليم، شكرا جزيلا. ويعني احنا طبعا هنجهز كل حلقه كده سؤال بتاع الحلقه النهارده بما تفسر. لم تحقق الحمله الفرنسيه اهدافها في تكوين امبراطوريه في الشرق بتكوين قاعدتها في مصر او تكوين القاعده في مصر، يعني بما تفسر هذا السؤال؟ عاوزين الرد طبعا، احنا برضو ما شرحناش بس احنا عاوزينكم تتفاعلوا وتبتدوا تحضروا معانا وتجاوبوا علينا زي النهارده. وبشكر كل الطلبه اللي اتصلوا بينا النهارده وكانت اجاباتهم كلها صح، من اول اسماء لبسمله لملك لشهد شادي محمود روان الاء سعيد. بشكركم على مداخلاتكم التليفونيه وشكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء.